بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض زمن جديد اسمه The Present Perfect Tense، اللي هو زمن المضارع التام. زمن المضارع التام. طيب، أول حاجة نعرف الفورم بتاع هذا الزمن. زي ما احنا عارفين يا ولاد إن المضارع التام يتكون من have أو has، يعني واحدة من الاتنين، والباست بارتيسول، باست بارتيسول، تمام؟ have or has plus past participle. طيب، احنا عارفين طبعا have امتى استخدمها؟ استخدمها مع I و they و we و you. has بستخدمها مع he و she و it، تمام؟ طيب، هنشوف بقى ايه تركيبة the present perfect في الباسف، في المجهول، يعني لما الجملة عندي تكون مجهول، تكون بادئة ايه؟ بادئة بالأوبجكت، يعني بادئة بالمفعول به. بيكون طبعا ليها تركيبة تانية اللي هي ايه؟ have or has، واحدة من الاتنين يعني، و been وال past participle. اوكي، ده امتى؟ لما الجملة تكون passive يعني مجهول، يعني الجملة تبدأ ب ايه؟ الأوبجكت، يعني المفعول به، تمام؟ طيب، هنشوف بقى ايه صيغة النيجاتيف for. انا جملة قدامي عزم فيها، طبعا بجيب السبجكت مثلا I مثلا، طبعا haven't او hasn't، ويجي بعدها طبعا الـ past participle، يا اما ايه have never او has never، يبقى ده النفي بتاعها، يبقى يا اما haven't او hasn't او have never او has never، ده طبعا ايه صيغة النفي ايه بتاعي المضارع التام. لما انا بكون سؤال، طبعا كل اللي بعمله بجيب have أو has قدام أول جملة have أهي أو has، وبعد كده الفاعل وال past participle، وأكمل بقى إيه بقى السؤال. مثلا have you studied English؟ have you watched the match؟ وهكذا. يبقى إيه، أنا كل اللي بعمله بقدم have أو has وأبدأ بيهم الجملة، أو أبدأ بيهم السؤال، بحيث يكونوا أول كلمة في السؤال. طيب، لما يكون السؤال عندي complex، يعني إيه مركب، يعني بادئ ب استفهام، أول حاجة ببدأ ب استفهام what أو how أو when أو أي استفهام، بعد كده طبعا الفعل المساعد، الفعل المساعد have أو has، الفاعل ال past participle، وأكمل بقى الجملة. For example where have you been؟ Where have you been? Where have؟ أدي where هي رقم واحد، have هي رقم اتنين، الفعل رقم تلاتة، طبعا we و been أهي ال past participle، ولو في تكملة بكمل عادي مفيش خلاص. أوكي، ده بالنسبة لما يكون السؤال بادئ ب ذات استفهام. طيب، هنشوف مع بعض دلوقتي يا شباب استخدام زمن المضارع التام. طبعا إحنا عارفين إن كل زمن له استخدامات. طبعا امتى انا بقى بستخدم زمن المضارع التام؟ وخلي بالنا قبل ما نبدأ استخداماته في ملحوظة مهمة جدا، ان اقرب زمنين لبعض في اللغة الانجليزية هو زمن الباست سيمبل، الماضي البسيط، والبريزنت بيرفكت، المضارع التام. دول اقرب زمنين لبعض. ليه؟ هما الاتنين يدلوا على حدث انتهى. حدث ايه انتهى؟ خلي بالك معايا كده. اولا المضارع التام يدل على ايه؟ حدث انتهى، انتهى اهو، خلي بالك، يعني هنا ايه شبيه بالماضي. بس يبقى ايه الفرق بينه وبين الماضي البسيط؟ طيب يا مستر، ما الماضي البسيط برضه حدث انتهى. تمام، بالظبط، امبارح انا لعبت كوره، خلاص ده ماضي. اوكي، طيب ايه الفرق بين المضارع التام والماضي البسيط؟ الاثر. الحاجة خلصت، انتهت، تمام. لو ليها أثر تبقى مضارع تام، لكن من غير أثر هتبقى ماضي بسيط. يبقى أهم حاجة الأثر، لو الحدث دوت اللي هو إيه انتهى كان له أثر، يبقى هنا الجملة في زمن المضارع التام، لكن بدون أثر أو من غير أثر هتكون ماضي بسيط. بص هنا الجملة بقى it has rained، it has rained، هذا هي، وهنا past participle طبعا المضارع التام، صح كده؟ تمام، حلو قوي.
هنا الجملة مضارعة تام. طب ليه يا مستر مضارعة تام؟ ليه هنا أنا ما خليتهاش إيه تريند على طول ماضي بسيط؟ أقول لك ليه يا سيدي؟ لأن هنا عندك إيه؟ The streets are wet، الشوارع مبتلة. يبقى هنا في دليل أهو، في أثر، في أثر يدل على إن الدنيا مطرت. إيه هو الأثر؟ إن الشوارع مبتلة. يبقى هنا ما دام في دليل يبقى لازم الجملة تكون إيه؟ مضارعة تام. طيب يا مستر لو قلت إيه؟ It rained، تبقى جملة غلط. ليه غلط؟ لأن ما دام في أثر هنا يبقى لازم الجملة تكون في the present perfect اللي هو زمن المضارع التام. يبقى المضارع التام يدل عليه، خلي بالك، حدث انتهى وله أثر، وما زال له أثر، وما زال له أثر، خلي بالك النقطة دي. طيب تمام. طيب حاجة تانية، حدث انتهى، انتهى برضه خلي بالك، وانتهى منذ فترة وجيزة، يعني فترة صغيرة جدا. I have just met Ali، أنا لسه حالا دلوقتي مقابل علي، لسه حالا أهو، من فترة صغيرة جدا، فترة وجيزة. يبقى حدث انتهى منذ فترة وجيزة، تمام. حاجة تالتة، حدث لم يحدث. الله، يعني إيه لم يحدث دوت؟ يعني حاجة ما حصلتش. I have never traveled to Canada، أنا لم أسافر إلى كندا أبدا. I have never، بص عندك never أهي، يبقى السفر إلى كندا ما حصلش، يبقى حاجة ما حصلتش، أوكي؟ يبقى حدث لم يحدث، حدث لم يحدث، تمام. رقم أربعة هنا يا شباب، التعبير عن خبرات الناس وتجاربهم. أنا بتكلم عن خبرات الناس أو التجارب اللي مروا بيها، بستخدم زمن إيه؟ المضارع التام. He has never played tennis، هو ما لعبش تنس خالص. He has never played tennis، هو ما لعبش تنس خالص. يبقى ايه؟ انا بتكلم عن خبرات الناس وتجاربهم في الحياة. الحاجة الخامسة هنا يا اولاد، احداث حدثت، يبقى حدث او انتهى، خلص خلاص في الماضي، تمام. بس ايه بقى؟ ولا نعرف متى بالضبط، يعني مش عارف امتى. هو حاجة حصلت بس امتى معرفش، اوكي. I have visited France، انا زرت فرنسا، تمام. twice before، مرتين قبل كده، بس امتى؟ سنة كام؟ ما قاليش. يبقى هنا بقى اي حاجة خلصت اهي، بس انا مش عارف امتى حصلت بالظبط. يبقى احداث حصلت في الماضي، ولكن احنا ما نعرفش امتى بالظبط حصلت، عشان كده بستخدم زمن المضارع التام اللي هو the present perfect tense، تمام؟ طيب ماشي، هنشوف مع بعض دلوقتي يا ولاد ايه الكيورد بتاعته. طبعا احنا عارفين ان كل زمن له ايه، عبارة عن كيورد، كلمات دالة، صح كده؟ تمام. في عندي هنا ايه مجموعة من الكلمات. اول حاجة هنا يا شباب since for، طبعا هما الاتنين بمعنى منذ، since for بمعنى منذ. طب الفرق بينهم ايه يا مستر؟ اقول لك يا سيدي، ركز معايا. since هنا اولاد بستخدمها مع فترة زمنية غير محددة. يعني ايه مثلا غير محددة؟ اقول لك يا سيدي يعني ايه غير محددة، يعني زي كلمة last week، انا ما لعبتش كورة منذ since هي last week. طيب last week الاسبوع الماضي، هل دي هنا ايه فترة محددة ولا غير محددة؟ انا اقول لك دي فترة غير محددة. ليه بقى؟ لإن إيه بقى؟ هو قال لك منذ الأسبوع الماضي، طب إمتى بالظبط الأسبوع الماضي؟ هل من يوم السبت أو الحد أو الاثنين أو الثلاث؟ ما قالكش بالظبط إمتى، يبقى هنا اسمها إيه؟ فترة غير محددة، تمام؟ طيب أوكي، نيجي بقى إيه مع بعض؟ إحنا عايزين نحددها. هو قال لك إيه؟ لاست ويك، خلي بالك، يبقى لازم أجيب نفس الفترة هي، أو ليه؟ أو 7 دايز، يبقى 4 7 دايز، صح كده؟ يبقى لو قلت 7 دايز صح، تمام؟ لو قلت for a week برضو صح، for a week اسبوع اهو. لو قلت one week تمام صح برضو. لو قلت the last month، طيب يا مستر زي دي بتعمل ايه او فايدتها ايه؟ هنا بمعنى ايه بقى؟ منذ السبع ايام الماضية، يبقى زي هنا ايه برضو ايه فترة محددة. يبقى هنا عندي ولاد انا لو قلت ايه 7 days صح، a week تمام، one week صح، the last week برضو صح. يبقى for مع ايه؟ مع فترة زمنية محددة. يعني ايه؟
يعني الفترة الزمنية عندك يذكرها لك، يوضحها لك، تبقى صريحة واضحة قدامك، منذ ساعة، ساعتين، أسبوع، أسبوعين، سنة، سنتين، 100 سنة، أهم حاجة إيه؟ تكون إيه؟ فترة زمنية إيه؟ محددة. أختار مع إيه؟ أختار مع فور، تمام؟ طيب، بص على الويب، بص الجملة ديت وقول لي عليها أنت صح ولا غلط. لو قلت since 2 clock يعني منذ الساعة 2، 2 clock، هل دي صح ولا غلط؟ فكر كده، هسيبك كده لحظات تفكر فيها، قول لي عليها صح ولا غلط. since 2 clock يعني منذ الساعة 2، صح ولا غلط؟ أيوه، أنا سامع واحد بيقول لي إيه؟ بيقول لي صح، تمام، صح كده. ليه بقى؟ هو قال لي بقى إيه؟ منذ الساعة 2، يعني أنا مثلا بذاكر إنجليزي منذ الساعة 2، تمام. هل دي فترة محددة ولا غير محددة؟ طبعا فترة غير محددة. طيب ليه؟ أقول لك ليه؟ أنا بقول لك أنا بذاكر إنجليزي منذ الساعة 2، تمام. طب هو قال لك الساعة كام دلوقتي؟ طيب ما جايز تكون الساعة 2:05 أو 2:10 أو الساعة 3 أو الساعة 4، أوكي؟ يعني هو ما قالكش الساعة كام دلوقتي. معنى كلامي كده إيه؟ إن هنا فترة زمنية غير محددة. أنا ما أعرفش أنت بتذاكر إنجليزي بقالك قد إيه؟ هل 5 دقايق؟ هل ساعة؟ هل ساعتين؟ هنا إيه؟ يبقى فترة زمنية غير محددة. ولكن لما أقول لك 4 hours لمدة ساعتين، بص لمدة ساعتين، حديت لك أهو ساعتين، دي بقى إيه؟ فترة محددة. ليه؟ قال لك ساعتين، أنا بقالي ساعتين بذاكر إنجليزي، ساعتين، يبقى فترة زمنية محددة. طب نشوف مثال تاني، قال لك yesterday، بص عندك هنا جملة ولاد، مثلا قال لك إيه؟ since yesterday، تمام، قول لي بقى أنت عليها صح ولا غلط؟ هسيبك كده لحظات، قول لي since yesterday صح ولا غلط؟ فكر. سمع واحد بيقول لي مستر غلط، أقول له غلط ليه؟ أوكي، الإجابة صحيحة، الإجابة صحيحة، ليه يا مستر؟ أقول لك ليه يا سيدي؟ أنا بقول لك يسترداي إمبارح، منذ إمبارح، طيب إمبارح ده إمتى بالظبط؟ الساعة 6، الساعة 7، الصبح، بالليل، أوكي، الظهر، هنا لم يحدد زمن أو ساعة، قال لك إيه؟ منذ الأمس إمبارح، طيب يبقى كده إيه اسمها؟ فترة غير محددة، ليه مثلا؟ أنا لو قلت لك أنا بذاكر إنجليزي منذ الأمس، هل أنت دلوقتي عرفت أنا بذاكر إنجليزي من قد إيه؟ هل بقالي ساعة؟ بقالي ساعتين؟ بقالي يوم؟ بقالي يومين؟ لا، ما قالكش، يبقى أنا اسمها فترة غير محددة. طب نيجي مع بعض بقى إيه؟ نحددها، أو الفور 24 hours منذ 24 ساعة، أو for a day أو one day. طب ليه مثلا day؟ ليه مثلا مش months مثلا أو week؟ لأن هنا قال لك yesterday يوم أهو إمبارح، ده من ده يوم، أوكي؟ yesterday أهي، يبقى لازم إيه أجيب فترة بتشابهها، يبقى 24 hours أو a day أو one day أو ممكن إيه the last دي صح برضه، لو قلت إيه for the last day برضو صح. يبقى كده عرفنا ايه يا شباب الفرق بين سينس وفور، تمام؟ يبقى سينس مع فترة زمنية غير محددة، فور مع فترة زمنية محددة. القاعدة التانية عندي سينس يا ولاد، سينس دايما يجي مع زمنين، الزمن اللي بعدها على طول باصين بالماضي بسيط، والتاني بريزنت بيرفكت مضارعتين. يبقى سينس هنا يا ولاد لو جت في الأول أو في النص، أوكي؟ مش فارقة معايا عادي، في الأول أو في النص واحد، أهم حاجة أعرف إيه الزمن اللي يجي بعدها على طول ماضي بسيط، أوكي؟ ماضي بسيط، يعني إيه ماضي بسيط؟ يعني إيه بقى ماضي بسيط؟ يا إما يجي تاريخ مثلا زي 2005، يا إما جملة كاملة في الماضي، أهم حاجة ماضي وخلاص، يبقى الماضي ده يجي بصيغتين، أول حاجة تاريخ في الماضي مثلا منذ 2005 ده ماضي، أو منذ أن كنت طفل أو صغير برضه ده ماضي. يبقى ايه؟ يبقى since بعدها ماضي بسيط. طيب وتاني ايه بقى؟ مضارع تام، يعني have او has والpast participle. مثال I have studied English، انا بدرس انجليزي since، بص عندك since اهو ولاد، since 2005 ده ماضي اهو، ماضي جه عليه التاريخ 2005 ده ماضي، صح كده؟ تمام؟ ماشي. طيب
I have studied English since I was young. أنا برضو ماضي أهو، بس جت على هي الجملة. يبقى هنا يبقى تاني أفكرك تاني، since دايما بعدها ماضي بسيط، والتاني يا مستر مضارع تام. يبقى since، خلي بالك معايا تاني، since جت في الأول أو جت في النص، الزمن اللي يجي بعدها على طول ماضي بسيط، ماضي بسيط، والتاني مضارع تام. يبقى ايه اللي يجي وراها على طول ايه يا ولاد؟ ايوه تمام، برافو عليك، ماضي بسيط. طيب والتاني ايه؟ مضارع تام. طب سؤال كده صغير ركز معايا، الماضي البسيط ده يجي ازاي؟ ايوه اسمع، واحد بيقول لي بقى يا مستر الماضي البسيط يجي بطريقتين، يا اما يجي تاريخ في الماضي زي مثلا 2005 او 2010، يا اما جمله كامله في الماضي. يبقى يا اما تاريخ يا اما جمله كامله في الماضي، تمام كده؟ ده قاعدة سينس، تمام كده؟ طيب ماشي، أو عندك الماضي بسيط أهو، الماضي بسيط يجي إزاي بقى؟ يجي يا إما تاريخ في الماضي، تاريخ في الماضي أهو زي 2005، يا إما إيه؟ يا إما جملة كاملة فين؟ في الماضي، تمام؟ طيب شوف عندي أوريدي نيفر، القاعدة الثالثة عندي نيفر أهي، نيفر تيجي فين؟ في الجملة المنفية، طبعًا أنت عارف نيفر بتستخدم يتنطش، تمام؟ يبقى تيجي في النفي. والتركيبة وإيه والتركيب؟ ناخد مثال على إيه النفي؟ I have never played tennis، أنا ما لعبتش تنس. يبقى هنا عندي never بيساوي كلمة إيه؟ never بيساوي كلمة not، I haven't أو I have never. يبقى never تيجي فين؟ في الجملة المنفية. والتركيبة، يعني إيه تركيبة؟ ركز معايا، أنا حافظها بمثال I have never finished watching TV yet. I have never finished watching TV yet. يبقى never تيجي فين يا ولاد؟ في الجملة المنفية والتركيبة. الجملة المنفية وإيه؟ والتركيبة. إيه التركيبة؟ I have never finished watching TV yet. دي التركيبة بتاعت never، تمام؟ القاعدة رقم أربعة، soon just we already بمعنى حالا أو توا، تمام؟ حالا أو توا، soon just we already يجوا فين؟ يجوا في النص. بص يا ما تنساش، بص كده في النص أهي، في النص. طب يعني مثلا في النص؟ عشان ما ننساش، يبقى دول يجوا فين؟ في النص. أوكي يعني في النص يعني؟ يعني قبلهم have و has وبعدهم تصريف ثالث أو لا تاني، يجوا في النص ما تنساش، في النص يعني إيه؟ يعني قبلهم يجي إيه؟ قبلهم يجي have و has أهو، شايف معايا؟ have و has قبلهم وبعدهم تصريف ثالث. يبقى soon و just already يجوا فين؟ في النص. يعني في النص يا مستر؟ يعني قبلهم have أو has وبعدهم إيه؟ past participle. مثال I have just met أحمد، أنا لسه حالا دلوقتي مقابل أحمد. يبقى بص عندك just جت فين بقى؟ في النص أهي. يعني في النص؟ يعني قبلها جه have وبعدها جه إيه؟ جه past participle، تمام؟ طيب أوكي، إيه القاعدة رقم خمسة؟ عندي حاجة اسمها إيه؟ ever. ايفر هنا يا شباب تيجي فين؟ يا مستر تيجي في حالتين، رقم واحد في السؤال، تمام؟ بس هنا في السؤال دي ايه؟ ما يجيش في اخر السؤال، في تقريبا في التالت كلمة. يبقى في السؤال، طيب ماشي، يبقى ايفر تيجي فين؟ تيجي في السؤال، تمام؟ والتركيبة، يبقى ايفر تيجي فين؟ سمع لي كده؟ يا مستر ايفر تيجي فين؟ تيجي في السؤال والتركيبة، في السؤال والتركيبة. طيب ناخد مثال على السؤال. Have you ever، بص عندك never جت هنا التالت كلمة، Have you ever played tennis، هل انت لعبت تنس قبل كده؟ يبقى ده سؤال اهو، يبقى ever تيجي فين؟ تيجي في السؤال. Have you ever played tennis، هل انت لعبت تنس قبل كده؟ يبقى ever تيجي فين؟ في السؤال. طيب وكمان والتركيبة، ركز معايا بقى التركيبة ازاي. انا بقولها لك على اية ايه مثال، علي ده الفعل اهو، is verb to be صيغة تفضيل، the tallest اسم بوي، علي is the tallest boy. يبقى أول حاجة الفاعل رقم واحد، رقم اتنين verb to be، رقم تلاتة صيغة تفضيل، رقم أربعة اسم، علي is the tallest boy. وبعدين I have ever met، I have ever met، علي is the tallest boy، علي أطول ولد أنا قابلته. يبقى فاعل have or has ever will past participle. أفكرك تاني، ever تيجي فين؟
ever تيجي في حالتين يا مستر، تيجي في السؤال والتركيبة. السؤال والتركيبة، التركيبة ازاي بقى؟ التركيبة فاعل verb to be صيغة تفضيل اسم، ده أول جزء. الجزء الثاني فاعل verb to have، have or has، have أو has، ever will past participle. ناخد مثال، علي is the tallest boy، علي is the tallest boy I have ever met. ده بالنسبة ل ever. طيب ناخد بقى ايه رقم 6 yet. طب تيجي فين؟ ليها تلات استخدامات، تيجي في السؤال تمام، في اخر السؤال يعني، واخر جملة من فيها، يبقى هنا اقول لي فين؟ في اخر، في اخر السؤال، اخر ايه؟ اخر السؤال، خلي بالك اخر ايه؟ السؤال تمام، اخر السؤال تمام. اوكي، واخر الجملة ايه؟ المنفية تمام، والتركيبة تاني، يبقى تيجي فين بقى؟ في اخر السؤال واخر الجملة المنفية والتركيبة. طب السؤال معروف اوكي، مثلا او have you studied English yet، have you studied English yet، ده اخر السؤال اهو تمام كده ماشي. اوكي نيجي عند بقى جملة منفية، I haven't studied English yet، I haven't studied English yet، يبقى انا جت فين؟ في اخر الجملة المنفية. طب شوف بقى التركيبة بقى، I haven't finished watching TV yet، I haven't finished studying English yet، دي اسمها التركيبة يا ولاد، يبقى دي اسمها التركيبة. الفعل رقم واحد haven't أو hasn't، finished دي ثابتة، يجي بعدها على طول المصدر مضاف له ايه؟ ing، بعد كده ايه المفعول به، بعد كده كلمة yet تاني، I haven't finished watching TV yet. مثال تاني، I haven't finished studying English yet. أفكرك تاني، yet لها تلات مواضع أو تلات استخدامات، تيجي فين؟ واحد في آخر السؤال، اتنين في آخر الجملة المنفية، تلاتة في التركيبة، التركيبة تمام؟ تمام. ندخل بقى على إيه؟ على القاعدة رقم 7، قاعدة اسمها it is. اوكي اهي it is، يجي بعد اي فترة محددة، it is a week، اهي it is a week، a week خلي بالك فترة زمنية محددة، since اهي منذ، واحنا طبعا عارفين ان since دايما بعدها ماضي بسيط، جملة كاملة في الماضي، I played football، I played football تاني، يبقى عندي it is اهي، يجي بعد اي فترة زمنية محددة، since وبعدها جملة في الماضي البسيط، it is a week since I played football. اوكي طيب رقم 8 عندي ايه؟ been وgone، been بمعنى واحد ذهب الى مكان ورجع وعاد، يبقى ذهب وعاد، لكن gone ذهب ولم يعد، ذهب ولم يعد. ايه التركيبة بتاعتها بقى؟ اول حاجة بقى ايه؟ ببدأ بالفعل السبجكت الموجود عندي تمام، بعد من الفعل ايه بجيب have او has على حسب الفعل، have او has، been او gone، اشوف الجملة عندي لو هذا الشخص إيه عاد اختار been، لسه مرجعش يبقى استخدم ايه gone، يبقى لو رجع been، لسه مرجعش يبقى gone. اوكي to المكان، to ايه؟ to المكان، يبقى عندي خمس حاجات، الفاعل have او has، been او gone، to والمكان تمام. افكرك تاني، بين لو ايه راح مكان ورجع، جن لو راح مكان ولسه قاعد هناك يعني لسه مرجعش. القاعدة التاسعة عندي هنا يا شباب، I lost، I lost يعني ايه؟ اخر مرة، اخر مرة، حتى جاي من اسمها اخر مرة، يعني ايه؟ دل على الماضي. يبقى اول حاجة ببدأ بالفعل اهو، الفعل I مثلا، I lost played football، انا اخر مرة لعبت كورة since مثلا 2019، I last met علي، أنا آخر مرة قابلت في علي since 2019، آخر مرة قابلت في علي منذ 2019، أوكي؟ okay. I last met علي since I was at Alexandria، أنا آخر مرة قابلت علي منذ أن كنت في اسكندرية، ليه بقى إحنا متفقين يا ولاد؟ قلنا إيه؟ since دايما بعدها ماضي، دايما بعدها ماضي، بس الماضي ده يجي إزاي؟ فكرنا كده؟ الماضي ده يجي ازاي؟
يجي بطريقتين يا مستر. تمام، ايه هما بقى؟ يا اما تاريخ في الماضي، يا اما جمله كامله في الماضي. تمام، برافو عليك. نيجي عندي بقى ايه؟ ذا لاست تايم، زيها بالظبط بس في اختلاف صغير جدا. ذا لاست تايم اخر مره اي، يبقى هنا الفعل يدخل جوه اهو. ذا لاست تايم اخر مره انا لعبت كوره منذ كذا. ذا لاست تايم اي بلايد فوتبول سينس لاست ويك. تاني، ذا لاست تايم اي بلايد فوتبول سينس لاست ويك، اخر مره انا لعبت كوره منذ الاسبوع الماضي. تمام، يبقى ذا لاست تايم يجي بعدها ايه؟ يجي بعدها فعل، وبعد كده فعل ماضي. فعل ايه؟ فعل ماضي مفعول به سينس، وبعد كده ايه؟ ماضي. ايه؟ ماضي بسيط. طيب ليتلي، ولاد دايما ليتلي طبعا تيجي في النفي او السؤال. ليتلي في النفي او السؤال، تمام كده. طيب وريسنتلي يجي في الجمله المثبته، في الاثبات، في الجمله المثبته، الجمله المثبته. تمام. طيب يا مستر اشهر كلمتين يدل على the present perfect المضارع التام هما ايه؟ هما so far، so far و up till now. دول اشهر كلمتين يدل على ايه؟ المضارع التام، so far و up till now. لما الاقي واحده منهم في جمله اعرف ان هذه الجمله دي ايه؟ مضارع تام. طيب في عندي فور هنا يا اولاد. طبعا احنا قلنا فور ديت مع ايه؟ فتره زمنيه محدده. بس في عندي حاله شاذه، خلي بالك هي حاله شاذه، ودي ايه نحفظها عشان دي مهمه جدا. خلي بالك حاله شاذه اهي، انا بقول لك حاله شاذه يعني ايه بقى؟ يعني اوكي خلي بالك منها. الحاله الشاذه دي ايه بقى يا ولاد؟ قلنا ايه؟ فور لما نلاقي حاجه من دولت، years يعني ايه؟ سنوات، months weeks days a long time ages over years، اي حاجه من دول عندنا في الجمله اختار مع فور. طب يا مستر ليه؟ طيب ما دي اصلا هي حاله ايه؟ او فتره زمنيه غير محدده. اقول لك ايوه تمام، يعني المفروض اختار سينس. اقول لك برافو عليك صح كده. اه بس دي حاله شاذه، دي حاله شاذه. لما تلاقي اي حاجه من دولت اختار فور. ليه؟ علشان دي حاله شاذه، حاله شاذه. لما الاقي كلمه ايه؟ years months weeks days a long time ages over years، اي حاجه من دول اوكي اختار مع فور. ليه؟ عشان دي حاله ايه؟ حاله شاذه، حاله ايه؟ حاله شاذه. طيب عندي هاو لونج ولد. هاو لونج عندي هنا يبقى ايه؟ هاو لونج، هاو لونج. بص عندك لو جالك سؤال هاو لونج يبقى يجي بعده هاف او هاز. هاو لونج، هاف او هاز، اوكي. الفاعل، التصريف الثالث والتكمله. هاو لونج هاف ذي نون ايتش اذر، يعني هما يعرفوا بعض من قد ايه؟ هاو لونج هاف ذي نون ايتش اذر، هما يعرفوا بعض من قد ايه؟ يبقى انا هاو لونج اهي موجوده قدامي، عندنا ايه؟ هاف او هاز اهي، عندي الفاعل، الباس بارتيسيبول طبعا، وتكمله باقي الجمله. تكمله ايه؟ باقي الجمله. يبقى كده عندنا بقى ايه؟ عندنا 15 قاعده لزمن ايه؟ المضارع التام. المضارع ايه؟ المضارع التام. وكده يا شباب وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي هي خاصه بزمن ايه؟ the present perfect tense، زمن المضارع التام. لو عندك اي تعليق او اي سؤال طبعا سيبوا لي تحت في الكومنتس تحت ايه الفيديو، اوكي. وافكرك ما تنساش تشترك في القناه عشان يصلك كل جديد، اوكي. ومع تمنياتي بالنجاح والتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.